سعادتك متوتر ليه يا باشا؟ لا 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 ما تقلقش يا باشا، قريب قوي هتسمع اخبار كويسه. حاضر حاضر يا باشا، مع السلامه. خير يا فريد بيه؟ شكلك مش مبسوط. حسين المرشد مزعل حبيبنا، قدر يحصل على اوراق مهمه هيقدمها في المحكمه، والاوراق دي فيها حاجات تخصني انا شخصيا. طب وناوي تعمل ايه؟ نريحه بقى ونشيل من دماغنا وجع القلب ده. امال فين الولا ستيشن ابو بوني اللي شغال معاك ده؟ ما جاش ليه؟ ولا هو عامل لي الكلب الوافل سيده؟ بقولك ايه يا معلم شيكو، ملوش لازمه الكلام ده، انا وافي زي يوم ويمكن اكتر كمان. انا بس لخصت وجبت الحوار من الاخر وقلت اجي اشتغل معاك، ولو انت مش عايزني مش فارقه، هطلع اشتغل بره واسال رجالتك هم رسوك على الحوار. حصل للامانه يا استاذ، هو ما كانش جاي بس احنا اللي ضغطنا عليه. بص يا بونبوني، ولو انك جاي من عند غريمي اللدود والمنافس الوحيد ليا في دوري الاجرام، الا اني وافقت لما رجالتي قصدوني يعني ان انت لما عايز تيجي يعني وتاكل لقمه تعيش معانا، بس عشان شيكو مدريد كبير لازم يتكلم مع الكبير اللي كان مشغلك. تصل بسيد الحاوي. يا المعلم سيد الحاوي ما عادش فايق يرد على حد يا استاذ. خلاص كلموا ابنه بائع الورد، وانتوا بتكلموه بدوني عشان نفسي اعمل اوردر ويجي لي هنا واشوفه باليونيفورم ويقدم لي الورد واشم الورد من ايده وايفري ثينج از اوكي. ميشو صباح الفل. صباح الخير. انت ايه كل يوم هتجيبني بوكي ورد ولا ايه؟ ده انا كده هخسرك اللي كسبته. دي تبقى احلى خساره. وبعدين هو انت مش صاحبه الفكره؟ خلاص تبقي شريكه، يعني الورد ده حقك. طب قولي بقى اخبار الشغل ايه؟ كله تمام، وقريب قوي مش هتلاقي بوكي ورد في السوق غيره طالع من عندي ومكتوب عليه ميشو سفير الحب. كويس قوي، احنا بقى مش هنعرف نكلمك بعد كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت تتكلم في اي وقت يا قمر. ميشو قصدي يا حضره الضابط يا قمر. احنا مش هنخرج بقى مع بعض؟ اتفضل على الكرسي كده ميشو. اتفضل. ماشي. مش هنخرج بقى مع بعض؟ ان شاء الله لما تطلع نتيجه البحث. ونتيجه بقى البحث دي هتطلع امتى؟ بكره. بكره؟ ماشي بكره بكره. مين؟ ده دي معرفة قديمة، بس ايه بقى؟ ما بيستريحش غير لما عاكن عليه. ألو؟ أيوة يا شيكو. أوردر ورد؟ ماشي، تحت أمرك. ميشو انت انت بتلعب في الاسماعيلي ولا ايه؟ الله الله، لايق عليك اليونيفورم اوي 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 اوي. مبروك عليك الشغلانه الجديده. الورده معلم شيكو. معلم ده انت بالعصر القديم بقى، ما خلاص بقاش فيه معلم، بقى فيه الاستاذ. استاذ شيكو مدريد. مش لايق عليك خالص الاستاذ دي، خليك شيكو احسن. اسمع كلام اخوك علشان بس ما حدش يقسم عليك الحساب يا شيكو. انت مش هتسلم على بونبوني ولا ايه؟ ده مش اوردر ورد بقى، انت بعت لي يا شيكو عشان تفرجنا على بونبوني. بارك لبونبوني بقى من رجاله الاستاذ خلاص. بس عشان الاستاذ بيفهم في اصول الاستاذه قلت اجيبك وتشوف اتعرف عليك بنفسه. حلال عليك يا شيكو، بونبوني طول عمره جدع صاحب صاحبه، وبجد لايق عليه انه يكون من رجالتك. حساب. عقبال ما تبقى انت كمان من رجالتي وتسيبك من دوري المظاليب اللي انت فيه ده وتيجي تلعب معايا في الدوري الممتاز. مش هيحصل يا شيكو، اصل انا طول عمري ما بشتغلش غير في الحاجه اللي ريحتها حلوه بس، دول زياده. ريحتها حلوه.
الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك يا حبيبي. تي مامون كي هطمني، عامل ايه في الشغل؟ يعني عشان لسه جديد لسه ما تأقلمتش، بس شويه شويه الامور بتتحسن. ربنا معاك يا حبيبي ويوفقك. ميرسي يا ماما. سمعت ان فاطين ابن اخو الاستاذ انس جه وقعدتوا مع بعض واتكلمتوا؟ ايوه يا ماما، على فكره هو شخص مهذب قوي. ها طبعا، ما هو الاستاذ انس هو اللي مربيه. ماما انت مستريحه لارتباطك بالاستاذ انس مش كده؟ شوف يا فهمي، انا عارفه انت كنت بتحب بابا قد ايه، ومش ممكن تتخيل حد اسابلس، بس عارف ومتاكد ان انا كمان كنت بحبه قد ايه وبحترمه وما زلت. وبعدين عارف اني جامي ما قصرت معاك ولا معاه ولا مع تاسير. قبل ما وافق على الموضوع ده انا فكرت كتير، لقيت خلاص تاسير اتجوزت وبقت بعيده عني، وانت كمان شغلك بقى بعيد عني يا فهمي، ما بقيتش اشوفك غير كل خميس وجمعه. بعدين الاستاذ انس بيخاف عليا زيكم بالظبط. على العموم يا ماما انا ما عنديش مانع، بس يا ريت تخلوا الجواز على الصيف عشان اكون قدرت الاقي شقه في اسكندريه، وكمان عشان اختي علا تكون هنا في مصر. يا حبيبي يا فهمي، يعني اكلم انس واخليه يجي دوما يقعد معاك قبل ما تسافر عشان تتفقوا؟ اوكي يا ماما، بكره بعد إذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوا زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف من الملامة، وأنا بخاف من الملامة، وأخاف من الملامة يا سيدي. ربنا يفرحك كمان وكمان يا أستاذ أنس. إنما إيه اللي مخليك يعني ترفرف زي اليمامة كده يا أستاذ أنس؟ خلاص فهم، موافق، وهقابله بكره ونحدد ميعاد الخطوبه يا ستيشن. الف مبروك يا استاذ انس. انما فهمي مين ده يا استاذ انس؟ فهمي ابنها. ابنها مين يعني يا استاذ انس؟ فهمي ابن اشجاني اللي انا هخطبها. وبطل اسئله بقى، ما تخرجنيش من الحاله اللي انا فيها دي. وبعدين انت جاي لي ليه اصلا؟ اصل انا قلت بقى اجي اشتغل عندك هنا في الاستوديو علشان المعلم سيد بس على ما يقوم بالسلامه. هتشتغل عندي ايه؟ برواز؟ وماله يا استاذ انس؟ اي حاجه، المهم على ما يقوم بالسلامه. طب انت روحت ازاي لما هدومك كلها اتبلت لما وقعت من المركب؟ ما تفكرنيش يا فادي، ده كان يوم. الحمد لله الصيادين اللي طلعوني طلعوا ولاد حلال قوي، ادوني لبس من عندهم اروح بيه. طب لمي عملت ايه؟ عملت زي ما انتوا عملتوا كده بالظبط. عماله تضحك وفرحانه قوي من ساعتها لغايه دلوقتي، مش عارف ليه. أنا اللي غلطان يا مستر فاطين، عشان أنا اللي اقترحت عليك الفكرة دي. لا يا دودي، أنا كمان غلطان، لأن عملت فيها أبو هيث قوي وما خدتش المراكب معايا ولا خدت رجال الإنقاذ كمان. ما تقلقش، المرة الجاية إن شاء الله تبقى تعمل حسابك. لا، ولا مرة تانية ولا تالتة يا عم فادي، أنا الحمد لله ربنا سطرها معايا المرة دي. إيش ضمني بقى المرة الجاية المية تسحبني كده لغاية العيون بتاعت القناطر الخيرية دي ولا حاجة؟ وبعدين أنت هتخاف ليه؟ ما لمية بتعرف تعوم يعني كانت هتلحقك. ما كانت لحقتني، كانت لحقتني يا رنا، ده شايفاني وأنا عمالة أستغيث وبصرخ وبغرق وهي عمالة تضحك فوق المركب وماسكة الوردة ولا هي هنا. يلا بقى ربنا سطر الحمد لله، أنا هقوم أمشي بقى يا ولاد. لا لا استنى يا مستر، رايح فين؟ ما تقعد تتعشى معانا، ده احنا عاملين لنادي حته عشوه. ايه عاملين ايه؟ لا معانا بقى، مش كل يوم بقى قاعده اتعشى، هتعشى بكره بقى في عيد. سلام عليكم. خلاص بقى يا مستر فاطين، ده حتى بابا جه بره عربيته صوتها اهي. ماشي هقعد بقى عشان بابا يعني وحشني قوي. ما ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده باين انه في ضرب نار بره. تعالى نشوف يا فادي.